شفنا الله يرضي عليك. كاين واحد الصوره الله يرضي عليك. عادي. انا فحق انا ما بغيتش نتصور بلا فيديو ديالك. نوردي 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 كل واحد يحمل ديالك. انا ما بغيتش يلا خليهم عندك. يلا انا نوردي سعيده ولا عافيه سعيده. يلا يا اخوان يلا يا اخوان تشوف يلا تشوف شنو هذه تشيا عاودها عاودها هذا سير يلا سير بالنسبه لهادشي اللي عندك استاذ اجينا على المتشان لا باش كيعيط لي دابا فاش دخلتوا مايت هايلانا في فيسبوك 30 بوليسي جا دا ناصر من عكاشة ربي العبلاق راه في لا العبلاق في خطر ماشي في خطر ناصر بزاف فيه السيد ناصر كاين دابا داخل في السجن ناصر غير يضرب على الطعام شي خمس ايام دابا لانهم ما استجبوش للطلب ديالو ديال فك العزله عليه من الزنزانه الانفراديه فاش كان داير يضرب على الطعام شحال هذه كانوا عطوه شهر حتى لهذا عطوه اجل ديال شهر باش يستجبوا للمطالب ديالو ويخرجوه من الزنزانه الانفراديه ملي وصل الاجل ديال شهر عيط للمدير ديال السجن قال له فين الوعد اللي عطيتوني قال لي ما كاين والو من داك الشيء دخل في الاضراب على الطعام ملي دخل في الاضراب على الطعام اليوم حبسوا عليه حتى الهاتف لان الاثنين والخميس كيتصل بالعائله ملي وصل الوقت ديال الاتصال مشى باش يتصل كيلقى الهاتف مغلق خبر الموظف قال له راه المدير حبس عليك الاتصال لانك مضرب على الطعام هي فاش بقى كيدير الطنطانه احتجاجا على منعه من الاتصال فاش كيدير الطنطانه بقاو كيصوروا التليفون المهم شويه عاد جا المدير وجاو معاه هذا العدد الكبير اللي قالوا ديال 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 الحراس وهذا ومعاهم النائب ديال التام المهم دخلوا معاه في حوار ووعدوه دابا حاليا وعدوه بالاستجابه للمطالب ديالو واش غيستجبوا ولا ما غيستجبوش الله اعلم المهم عطاوه وعود وملي جينا حنا كمحمد باش نزوروه قاطع لهذاك الجلسه ديالو ان هذاك السيد نطاق للمصحه باش عاود يشوف ربيع ويشوف اللي وصل دابا 42 يوم على الاضراب الطعام ومن الجمعه هو مضرب على الماء هو والباقي والشباب اللي معاه في المصحه نبيل احمجيق محمد جلول والباقي اللي معاه في المصحه حتى هما مضربين دابا على الماء لا لا على الطعام من احتجاجا على منعهم الهاتف دابا حتى هو باش يتفاوض معاهم عاد غيرجع عند عاودي لي عسكر فاش قالوا لي غير شفنا ناصر كاين كتكمله اللي ما قالته الزميله الاستاذه الرويصي انهم هدوه باش يديروا ليه السناسل ويديروه في الكاش وهو قال لهم بانني هاد الشيء غادي نفضحو ديال اللي درتو ليا ديال باش ديروني في الكاش انه منع عليا التليفون باش نهضر مع العائله ديالي لان امي مريضه بالسرطان وعندي واحد الاوقات اللي كيمكن لي نتصل بها وهي ما كتكونش لان كتعالج وكدير الشيميو دونك هذا هو اللي كاين ودابا غادي يشوف معاهم على القضيه وعدوه بانه باش يعطيو يستجيبوا للمطالب المطالب ديال التليفون لان التليفون باقي محرم وما زنزانه الانفراديه باقي في الزنزانه بالنسبه لربيع الابلق استاذه ربيع الابلق كاين شي امل انه يستجب لكم ربيع الابلق الحاله الصحيه ديالو مزريه جدا انه حتى انه ما كيقدش يوقف وباقي مانعين عليه التليفون بيان سور وهذه المساله هذه كنشوفها انها مطلب بسيط ولكن هذا المنع هذا اللي
يجعل الربيع يضرب على الماء، فلماذا لم لا يستجيبوا لهذا الطلب البسيط؟ هنا كنطرح مجموعة من التساؤلات. حنا حاولنا معاه، قلنا له أنه الحياة راه شي حاجة اللي تامينة وهذه، ولكن قال لك راه كاين مضايقات وكاين الزفزاف اللي في زنزلان في غادي، وهذا كيضر بينا حتى حنا كمعتقلين كنضمنوا مع بعضياتنا وديك الشيء. وكاينه واحد المساله الزفزافي انه ما بقاوش كيخليهم يخرجوا كاملين، كانوا الفسحه كيديروها ليميتي، بحيث حتى اللي بغاو يديروا شي نشاط رياضي ديال الكره ولا داك الشيء مستحيل. كيخليهم. شكرا استاذه حاله رابحه استاذه حاله ديال بوشرى. شكرا. اجي معايا باش حاله ديال رابحه. شكرا استاذه. شكرا استاذه. اذا دابا غير باش كل الامور الاخوان كاملين دابا زعما الله راه حطوا الصوره مازال كما كتشوفوا مازال خارجه مازال خارجه ونستمعوا لهم. واحد روينه تبيك 30 حاجات الاب ديال عزي احمد دار واحد التصريح للاشكاين بان جات واحد 30 واحد دات ناصر بزاف في وجهها غير معروفه. حنا كل مره التصريح ديال عزي احمد الموقع اشكاين. شكون احمد؟ بوت ناصر. خرجنا معنا جوستو مورا هذا الشيء دابا قلت لك دابا هو جات عند شي مجموعه ولكن ما داوش جاو 40 واحد ولكن ما داوه ما والو. جاو لانه هو كان داير الطنطانه في الزنزانة. كان مشكل مع مدير السجن. اييه. محلي. داكو اذا دابا ناصر كتكدونا راه كاين داخل. وبالنسبه لربيع الابرق قوس واش كاين شي امكانيه انه يستجب الطلب ديالكم؟ يعني قاش كنتمناو يستجب باقي ما عطاناش السبب. كنتمناو يتفاعل معنا ايجابا. كنتمناو يتفاعل معنا ايجابا. تحيه وسلام. تحيه لكم. إذن الإخوان الأخوات أصدقاء الصديقات دابا الإخوان هاد الدفاع خرجوا كاملين دابا وأكدوا بأن ناصر الزفزافي كان عنده مشكل مع إدارة السجن لأنه منعوا عنه الهاتف ظل دخوله على الإضراب على الطعام ودار طنطانة من داخل السجن من داخل الزنزانة في رادية ديالو. وبالنسبة للربيع الأبلاغ كما قالوا الأساسي دابا أن الوضع الصحي ديالو باقي في حاله صحيه حرجه وعطاهم واحد الوعد ديال يومين باش 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 يفكر. وبالنسبه للباقي المضربين على الطعام تما في اطار التضامن مع ربيع. اذا هذا هو اللي كاين. تحيه لكم جميع. كنعتقد ان الصوره واضحه عندكم. الا كان ممكن الاخوان حاولوا تبارطاجيو باش غير توصل المعلومه ما يبقاش هاد قوه القيل والقال. والاب ديال ناصر السي عزي احمد راه معذور لانه ملي كيسمع ان راه جاو 40 واحد جاو للزنزانه ديال ناصر وداوه وما راه جاو كان مجي يستعدي به داوه الموظفين ديال تما وداوه للمكتب ديال مدير السجن على اساس باش يسولوا معاه داك المشكل ديال الطنطانه. تحيه لكم جميع. وإذا إلى الملتقى إن شاء الله. هادشي اللي كاين الخوت.